السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت نفسك قبل كده ليه قبل ما تاخد أي حقنة لازم يتعمل لها اختبار حساسية؟ الأول لازم تعرف إيه هي الحساسية لأي دواء. الحساسية لأي دواء دي استجابة لجهاز المناعة اللي موجود في جسمك ضد الدواء ده اللي داخل الجسم، وطبعا ده شيء غير طبيعي المفروض ما يحصلش، لكن جهاز المناعة بيشوف إن الدواء اللي داخل جوه الجسم ده جسم غريب فيبدأ يهاجمه ويفرز مواد كيماوية زي الهيستامين اللي بيتسبب في أعراض الحساسية. الموضوع ده بيحدث مع اي دواء يتاخد في صورة حقن، لكن في بعض الادوية وفي بعض الحقن بتسبب حساسية اكتر من غيرها زي المضادات الحيوية واشهرها البنسلين. يعني اي دواء ممكن يسبب حساسية؟ ايوه، اي دواء في صورة حقن لازم يتعمل له اختبار حساسية الاول قبل ما تاخده. طيب ازاي بيتعمل اختبار الحساسية قبل ما اخد الحقن؟ اللي بيعمل اختبار الحساسية اما الممرضة او الدكتور بيتاخد جزء بسيط جدا من الدواء ونحقنه تحت الجلد ونعمل حواليه دايرة بقطرها حوالي 1 سم ونسيبه 10 دقايق. بعد 10 دقايق الطبيعي مش بيحصل حاجة، لكن لو في حساسية من الدواء هيحصل تورم واحمرار وسخونة وحكة جديدة مكان الحقن، وكمان الجزء المحقون هيورم ويفرش خارج نطاق الدايرة اللي عاملينها. طيب لو ظهرت علامات الحساسية دي هل الدواء تاخده ولا لا؟ لو ظهرت العلامات دي اوعى تاخد الدواء، ولازم تعرف اسم الدواء علشان تبقى تقوله لأي دكتور تروح له علشان تعرفه ان عندك حساسية من الدواء ده. طيب انت لو خدت الدواء مباشرة بدون اختبار حساسية ايه اللي ممكن يحصل؟ لو عندك حساسية من الدواء، الحساسية دي نوعين: حساسية بسيطة ممكن تسبب طفح جلدي، حكة، تورم، عطس، احمرار في العين، سيلان بالانف، وارتفاع في درجة حرارة الجسم. وفي حساسية شديدة جدا للدواء ممكن تسبب حالة اسمها الصدمة التحسسية، ودي بتسبب قيء واسهال وزيادة في نبضات القلب وانخفاض في ضغط الدم ودوخة، وممكن تعمل فقدان في الوعي وممكن تموت. علشان كده ما تاخدش اي دواء في صورة حقن الا بعد ما تعمله اختبار حساسية.